بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله ألخص محاضرة رقم 5 من كورس السي اف بي اس. هناخد فيهم سيكشن 9 و10، وهم من أهم سيكشنز اللي في امتحان السي اف بي اس، وبرده من أهم المواضيع لمهندسين الفاير والام اي بي، عشان إحنا بنشتغل فيهم صورة يومية. فحسب السي اف بي اس كانت بوك عندنا السيكشن 9 و10. سيكشن 9 بيناقش الفاير الارم والديكشن سيستم، وعليه 10 اسئله في الامتحان. اوكي، بيناقش مواضيع مختلفه، من اول فاير الارم بيزك للديزاين والانستليشن، انواع الاجهزه انيشيتنج ونوتيفيكيشنز. اوكي، وازاي بعمل انتر اكشن او انترفيسنج او انترلوكينج مع جميع الانظمه المبنى زي الاتش باك والسموك والفاير بامب الاليفيتور اكسس دور، كل الحاجات دي. وسيكشن 10 بيناقش الفاير ووتر بيزد فاير سبريشن، هناخد فيه اساسيات الووتر سبلاي والستورج والهيدروليكس والووتر سبلاي سبرينكلرز سبرينكلر سيستم، انواع السبرينكلر انواع السبرينكلر سيستم، وهناخد فكره عن ووتر ميست والستاند بايب والهوز والفاير بامبس انواعها، ازاي بحسب البريك هورس باور ليها والبامب كيرف والسيستم كيرف والفاير بامب كنترولر والتستنج والانسبكشن والمينتنس والبامب. كل ده هنتعرف عليه، فده بيبين اهميه التو سيكشن دول، مهمين جدا لاي مهندس فاير او مهندس ام اي بي. وبرده في الاف بي اتش فوليوم 2 سيكشن 14 هو اللي بيناقش جزء الفاير الارم ديتكشن، هنناقش فيه جميع السكشن دي. وسكشن زي ما قلنا 14 هناخد فيه كل السكشن دي الشابترز دي، هناخد فيه اهم الصفحات. اوكي، وبعدين الجزء اللي بيناقش الووتر بيست هو سكشن 15 وسكشن 16. اوكي، برضه هناخد فيه ووتر زي ما قلنا، ووتر سبلاي الاستورج الهيدروليكس الفاير بامب والفاير بامب كنترولر، بعدين هنا ناخد السبرينكلر بانواعها المختلفه، وهناخد برضو فيها السبرينكلر سيستم زي الدراي والويت والدريج برياكشن، هناخد الهانجرز انواع الهانجرز الاكسبتد من ال بي اي الليستد والبريسنج والسواي، هناخد الترابيز هانجرز وازاي بنعمل له سيلكشن حسب المودولس، وبعدين ناخد فكره عن الووتر ميست والستاند بايب والهوز ستريم. فاحنا في المحاضره الكلام ده كله بنلخصه، ثواني بس امسح الحاجات دي كلها. اوكي، بنلخص كل الكلام ده في المحاضره احنا بصوره اسهل بكتير وصوره بسيطه ليكم. فاول حاجه سيكشن 9 هناخد فيه فاير ارم سيستم البيزكس فاندمنتالز لكل انواع السيستم بتاع الفاير ارم، يعني فاير سيجنتشر وبحث ليه بحط مثلا اوتوماتيك ديتكتور مش مانوال ديتكتور، يعني ايه الثري سيركت بتاع فاير الارم والثري سيجنال، الفرق بين السيركت والسيجنال والوايرنج والكيبلنج وانواع الكلاسز للوايرنج، والفرق بين الادريس والكونفشنال والانتر كونكشن او الانترفيسنج او الانترلوكينج، يعني ايه انبوت اوتبوت ماتريكس او كوز افكت ماتريكس، وبعمل ازاي انسبكشن تيستنج مينتنس للفاير الارم سيستم. بناخد الهاوس هولد فاير وورد اكويبمنت مع السي او ديكتور، وبعدين بخش على سيكشن 10 بنتكلم فيه على الووتر بيز سيستم، ناخد فيه الووتر ستورج سواء كان جرافيتي عندك او عندك سكشن اللي هو في الجراوند او اندر جراوند او بريك تانك، وعندك الووتر سبلاي البابليك سيستم حسب الاي دبليو دبليو اس في امريكا، حسب الادكواسي والريلابيلتي للميه ازاي بحسبها لو عندي مبنى فيه سبرينكلر او مبنى فيهوش سبرينكلر، وباخد الهيدروليكس لكل انواع الووتر بيز زي هازن ويليامز وبرنولي ودارسي ايكويشنز والكونتينيوتي كي فاكتور والسي فاليو، كل الحاجات دي هناخدها ونعرف اساسها اصلا جايه منين عشان تبقى فاهم، مش بس حافظ الكلمات وتخش تجيبها من التيبل، تبقى انت فاهم اساسها جايه منين. وبعدين ناخد ووتر سبلاي سبرينكلر سيستم وانواع الووتر سبرينكلر سيستمز سواء كانت دراي ويت دريوج برياكشن، وناخد الووتر ديستريبيوشن والفاير بامب بانواعها كلها وايه هي انواع الليستدز وايه الكباستي والبريجر الموجودين حسب ال ان بي اي 20، وبناخد الفاير بامب كنترولر وازاي بعمل لي تيستنج مثلا للديزل انجن زي الكرانكينج سايكل والكرانكينج تايم،
حاجات مهمة جدا لازم تبقى عارفها، وازاي بحسب بريك هورس باور للبامبس، بعمل له ريدكشن حسب الارتفاع على سطح البحر او الارتفاع عن درجة حرارة 25 سلسيوس، وبعدين باخد الهانجرز والسبورت للسبرينكلر سيستم والووتر بيس سيستم، بنتكلم على الووتر ميست والستاند بايب والهوز سيستم. ناخد الاول حبه ديفينيشن خاصه بالفاير الارم، بتعرفك يعني ايه كلاس بي وايرنج. كلاس بي وايرنج يعني ايه انواع الاوف بريميز سوبرفايزنج، زي البابليك امرجنسي وزي السوبرفايزنج ستيشن، ممكن تكون بروبريتري او تكون ممكن تكون ريموت او ممكن تكون سنترال ستيشنز. هنعرف يعني ايه اوكسيلري سيستم لو عندك بابليك ريبورتنج، يعني ايه هي ديتكتور فيكس تمبريتشر او ريت اوف رايز هي ديتكتور، انواع السموك ديتكتور زي ايونيزيشن فوتو الكتريك ان هم النوعين بتاعهم سكاترنج اوبسكيليشن، يعني ايه بيم ديتكتور بيزد على ايه اصلا اسم بيم ديتكتور بيشتغل ازاي، والفيديو سموك ايمج او الفيديو سموك ديتكتور يسموه ساعات في اي اس دي بيشتغل ازاي، وايه الفرق بين اللاين ديتكتور والسبوت ديتكتور. وبعدين بناخد حبه ديفينيشن خاصه بالووتر بيز، انواع التانكات المختلفه زي الجرافيتي اللي هو الميت تانك، السكشن تانك والبريك تانك، والسيستم الستاندرد في امريكا اللي بيعمل ووتر سبلاي ووتر كواليتي ادكواسي والريلابيلتي عن طريق اي دبليو دبليو اس، يعني كي فاكتور بيجي اصلا جاي منين وبيتحسب ازاي وايه هي معادلته، يعني ستاندرد كي فاكتور او لارج دروب كي فاكتور، يعني ديسشارج كوفيشنت، وبحسب ازاي البريشر او الفيلوستي عن طريق بيتا تيوب او فنتوري اورفيسوميترز في الاوبن سيستم او كلوز سيستم، يعني تشيرن بريشر ريتد بريشر اوفر فلو اللي هم الثري مين بوينت على اي بامب عشان نعمل سلكشن ليها، والترابيز هانجر والكليبس هانجر والسويفل هانجر، هناخد كل انواع الهانجرات والسبورتس وازاي بعمل لها سلكشن والماكسيمم ديستانس بتوين هانجر او سبورت، وناخد انواع سبيشال من السبرينكلر زي البيكر ترانك سبرينكلر، ده بيستخدم في حاله لو عندك مثلا ضغطات فيها معدي فيها قطن او غزل، فانا بعمل ديفليكتور معين للسبرينكلر عشان ما يتعلقش فيه الخيط او الغزل. طبعا الديتكشن والارم مهمين جدا نحس اللايف سيفتي والبروبرتي سيفتي، هنتعرف على التكنولوجي بتاعهم في سيكشن 9. سيكشن 10 هنتعرف على الفاير ووتر بيس سيستم، علشان الووتر هي اهم حاجه في نظام الاطفاء، ونعرف جميع الانظمه اللي بتستخدم الميه. فاول حاجه هناخد الفاير ديكشن، هنتكلم فيها على اول حاجه الثري مين سيركتس اللي هم انيشيتنج انيشيشن نوتيفيكيشن والسيجنالنج. انيشيتنج بقصد بيها الحاجات اللي بتعمل لك انيشيتنج في اللوحه، زي مثلا ديتكتور المختلف سموك او هيت او عندك مانوال بريك جلاس او مانوال كول باينز. نوتيفيكيشن يعني الحاجات انت بتطلعها من اللوحه تعمل بيها انذار صوتي او انذار مرئي فيزيبل او اوديبل، زي مثلا الهورن والستروب والفلاشر. الستروب يعني فلاشر، الهورن ممكن يكون هورن او سبيكر، يعني بيطلع سيجنال سنجل تون او بيطلع سبيكنج كمان. وبعدين السيجنال نفسها فيها منها 3 تايب، الارم سوبرفايزري وترابل. الارم يعني في خطر على الانسان وخطر على المكان، يعني مثلا عندك ديكتور حس اللي فيه سموك او فيه هيت وبيديك اشاره اسمها اشاره انذار الارم، يعني اجري بسرعه وفي عندك مشكله خطر عشان في مشكله خطر على الانسان او المكان. السوبرفايزري سيجنال دي اشاره بقى انت بتراقب بيها المعده او الاكوبمنت او السيستم او البروسيس نفسها، زي مثلا عندك الفلو سويتش بتاع السبرينكلر سيستم، فلو في ميه عدت اوكي، لا سوري، لو الفلو سويتش بتاع السبرينكلر سيستم ده الارم سيجنال. السوبرفايزري لو عندك مثلا حد قفل الفالف بتاع السبرينكلر اللي هو التامبر سويتش، وانا مثلا في جميع الاحوال بفضل اعمل مونيتور للفالف دوت، ان ايه الفايده لو عندي سيستم كامل وجميل بس الفالف مقفول ويحصل حريم مش هيطلع ميه، فانا على طول بعمل له مونيتورنج، فدي اسمها اشاره سوبرفايزري. اه مثلا عندي ليفل الووتر في التانك، او عندك مثلا ارتفاع درجه انخفاض درجه حراره الميه لدرجه الفريزنج، انا عايز اقيس دايما التمبريتش بتاع الميه، كل الحاجات دي اسمها سوبرفايزري. الترابل سيجنال بقى لو عندك مشكله مثلا في قطع السلك في الواير، فدي مشكله كبيره ولازم بسرعه حد يروح يحلها في الصيانه او الريبير عشان الانتجريتي بتاع السيستم. بعدين عندنا انواع الباور سبلاي برايمري وسكندري. برايمري اللي هو دايما يوتيليتي الكتريك باور، ممكن يكون جنريتور لو عندك مكان بعيد عن المدينه بيسموه ريموت فاسيلتي، والسكندري باور سبلاي يكون بس اكسبت عن طريق كذا حاجه زي الباتري وزي الجنريتورز اوكي، ولازم يشتغل ويزن 30 سكند. لو عندك بطاريه لازم يكون اول حاجه تبقى 4 ساعات مع جنريتور اوكي، ولو عندك الباتري بيشتغل اللي هو سكندري باور سبلاي يعني لازم احسبه عن طريق 24 اور ستاند باي و5 مينت الارم،
فلو عندك فويس ايفاكيويشن زي الهاي رايز بيلدينج والاسمبلي بيلدينج والحاجات دي كلها، بدل 5 دقائق تخليها 15 مينتس فول لودز، مع طبعا 24 ستاند باي. اوكي، وهنا عندك انواع الاوف بريمس سوبرفايزنج، زي عندك هنا فويس ايفاكيويشن، عندك سنتر سوبرفايزري، البروبريتوري سيستم عن طريق اونر في نفس المكان. عندك هنا كلاس اي وكلاس بي، فرق بينهم طبعا كلاس اي احسن بكتير عشان في ريدندنسي، لو حصل قطع الكيبل الداله بتشتغل عادي، لكن كلاس بي لو قطع الكيبل بيحصل لك اضطراب السيجنال عند الكنترول بانل، السيستم ما بيشتغلش، ما بيقراش اي حاجه بعد الكيبل اللي هو حصل له كاتنج او بروكن. وبناخد الفرق هنا بين الادريسابل وبين الكونفشنال. طبعا الادريسابل هو لوبينج سيستم زي مثلا الديب سويتش، بيقرا رقم الديتكتور عن طريق ديجيتال 01، لكن الكونفشنال دوت بيروح لكل ديتكتور في مثلا زون معينه، في دور او في جيم او في اوفيس او ميتنج روم، دي اسمها زونه، يتحط في الاخر اند اوف ريزيستنس بقيمه مقاومه معروفه والكرنت بتاعها معروف، يرجع للوحه معروف اللي هو نورمال كونديشن. لو رجع الكرنت عن طريق مثلا قفل الدايره او عن طريق مثلا حصول انيشيتنج سيركت انيشيتنج سيجنال، زي مثلا حس بسموك حس بهيت، فالكرنت مش بيرجع عن طريق مقاومه، بيرجع عن طريق الجهاز دوت، فبيحس ان في الارم فبيديك اشاره نوتيفيكيشن عن طريق زي ما قلنا ستروب او هرد. وبعدين بنتكلم عن انواع الديتكتور المختلفه، سواء كان لاين تايب او سبوت تايب. في ايه ديتكتور؟ بنتكلم فيكس تمبريتشر او ريت اوف رايز تمبريتشر، الفرق بينهم ايه؟ ده معتمد على الوقت، ده معتمد على التمبريتشر بس. وبعدين بنتكلم على انواع السموك ديتكتور المختلفه. اول نوع الايونيزيشن، بيشتغل عن طريق ريديو اكتيف بارتيكل، عن طريق ان السموك بيعمل لك تشويش لجزيئات الهواء المتدينه، فبيعمل بيزود المقاومه فالكرنت بيقل، فاللوحه بتحس ان الكرنت قل، معناها اللي في سموك يعني في الارم. وبعدين عندك الفوتو الكتريك سيستم، يا اما السكاترينج يا اما الاوبسكريشن. السكاترينج يعني تشتيت، يعني عندك كده لايت سورس وسنسيتيف ديفايس، اللايت دايما مش بينزل على سنسيتيف ديفايس عن طريق بلوك في النص، فلو طلع سموك اللايت بيخبط في السموك دوت فبينعكس على الجهاز المستقبل دوت، فتعرف اللي فيه على طول اشاره الارم. الاوبسكريشن بقى مختلف زي بيم ديكتور، عندك لايت سورس واللايت سنسيتيف ديفايس قدام بعض دايما بيطلع ضوء، فلو طلع سموك وعمل حجب للضوء دوت، طبعا كميه الضوء دوت هي محسوبه معروفه اصلا قيمتها كام، فلو طلع سموك بيحجب الضوء دوت فبتقل اشعه الضوء دي، فبيحس بيها برضو اللوحه تديك اشاره الارم اللي فيه حريق. وهنا الماونت بتاع الديكتور، في ديكتور اقصى مسافه من السيلينج ما تزيدش 11 انش، واقل مسافه من الوول او السيلينج ما تقلش عن 4 انش، ودايما بركب ايدي ديكتور من 2.5 ل 3 متر من الارض لحد السقف، لو اكتر من كده لازم اعمل لها ريدكشن للسبيسنج عن طريق الجدول دوت. وبعدين حاجه اسمها 6 دي بي رول، يعني كل ما ابعد دبل المسافه عن السورس بتاع اللي هو الهورن او السبيكر بقلل الاوديبيلتي ب 6 ديسيبل، فدي مهمه جدا عشان لازم انا عندي اوديبيلتي دايما بتبقى 75 هي الاكسبتبل، او 5 above الامبيانت، او 15 حسب البابليك او برايفت مودز، 5 او 10 او 10 او 15. اوكي، وعندك هنا انواع النوتيفيكيشن اوديبل او فيزيبل، اللي على الشمال دوت عندك اللي هو الفيزيبل بيسموه ستروب، واللي على اليمين دوت فيزيبل اوديبل بيسموه يا اما هورن مع ستروب او سبيكر مع ستروب. وعندك انواع الانتر كونكشن، زي ما قلنا تعمل كونكشن مع الووتر سويتش او البين تايب، لما الميه تعدي البين دوت يلف يديك اشاره الارم في اللوحه، ممكن تبقى اشاره سوبرفايزري عن طريق تمبر سويتش زي ما قلنا، او اللو تمبريتشر في الميه، او اللو ليفل مثلا في خزان الميه، كل دوت انتر كونكشن مع سيستم اللي في المبنى. زي هنا مثلا ممكن اعمل انتر كونكشن مع اتش باك، مع السموك، مع الفاير بامب، مع اللايتنج، مع الاليفيتور، مع الاكسس كنترول، كل دوت انتر كونكشن. وهنا على اليمين بيوديك الوايرنج الصح والوايرنج اللي مش صح. هنا مثلا الانكوريكت انك انت حاطط الديفايس بتاع التمبر سويتش مباشره هنا بعد الفلو سويتش، وفي نفس الخط بتاع الاند اوف ريزيستنس اند اوف لاين ريزيستور، كده لو حصل اي مشكله الفاير الارم مش هيقدر يحس بيها ان المشكله دي اصلا هتمر على الريزيستنس، فهيرجع الكرنت عادي، فده دوت توصيل غلط. اللي على اليمين هو اللي صح، دايما الكابل اصلا ماشي ان بارلل. اوكي، دايما لو حصل مشكله بيحس بيها مباشره، ما بيعديش على اند اوف ريزيستنس هنا. وبعدين عندنا المينتننس والانسبكشن
التستنج طبعا هي مسؤوليه المالك الاولى حسب ال NBA. المالك هو المسؤول عن المينتنس والانسبكشن والتستنج. ناخد يعني ريلايبلتي، يعني مينتنس، بحسب ازاي فيلير ريت للباتري والديتكتورز، اللايف تايم قد ايه بتاعها المفترض. عشان كده بحط دايما في الباتري كباستي 25% كسيفتي فاكتور عشان اللايف تايم بتاعها. وهنا عندي جداول الانسبكشن والتستنج للديتكتورز المختلفه والفايرم سيستم، سواء كانت مانثلي انوالي 6 مانث 3 مانث وات ايفر. 6 مانث بيسموها سيمي انوالي وال 3 مانث بيسموها كوارتر. وبعدين عندك الهاوس هولد فاير الارم سيستم زي السموك الارم وزي السي او ديتكتور سواء كان وايرد او وايرلس. اوكي ده كان الفاير الارم. برضه في ال ان بي في شيت حلو جدا بيوريك كل الفاير الارم بيزكس فاندمنتال. هنا انيشيشن اهو عندك، نوتيفيكيشن، سوبرفيجن، emergency control عن طريق relay control، وبعدين كل انواع السيجنال سواء كان عندك زي ما قلنا الترابل او عندك الالارم وعندك سوبرفايزنج، وانواع الديكتور هنا سواء كانت سموك او هيت، fixed temperature rate of rise، ionization، photoelectric، scattering، obscuration، beam detector، manual cold points. وبعدين انواع السوبرفيجن عندك مثلا valve position، الفاير بامب، temperature الميه. بعدين بيديك هنا امثله على كل حاجه وازاي بتحسب الباتري كاباسيتي. طبعا اول حاجه الباور سبلاي زي ما قلنا برايمري وسكندري هم الاكسس اللي حسب الاي بي اي. ولو عندك مثلا الباتري بتحسب ازاي الكاباسيتي، هنا عندك اهو بيديك هنا مثال مثلا ستاند باي باور، بحط كل الديفايس اللي عندي ستاند باي كرنت بجمعهم كلهم اضرب في 24 ساعه واجمع الارم كرنت كله اضرب خمس دقائق، بعد ما اخلص توتال اضرب في 25% زياده حسب ان بي اي. كان الاول 20% دلوقتي بقى 25%. بعدين عندك الاوديبيلتي، عندك الفرق بين البابليك مود والبرايفت مود. البرايفت مود مثلا زي المستشفيات ان انا بسمع بس الستاف المدرب عشان يعمل ايفاكويشن على مراحل، لكن البابليك انا مثلا في مطعم فحصل حريق او اشاره ديتكشن انيشيشن بعمل نوتيفيكيشن لجميع الناس اللي في المبنى، ده اسمه بابليك مود. بعدين عندك الامرجنسي فانكشن زي مثلا بتعمل ريكول للفيتور، بتعمل قفل الباب، بتعمل سموك كنترول سيستم مانجمنت اشتغل او لا، بيسموه دايما ريليو كنترول. هنا عندك الانبوت اوتبوت ماتريكس مهمه جدا او بيسموها ساعات كوز افكت ماتريكس، دي مهمه جدا جدا للديزاين الصح. بعدين عندك الاوت بريمس سيجنالينج وسوبرفايزنج زي ما قلنا، يا اما النظام بابليك امرجنسي يا اما النظام سوبرفايزنج. عندك البابليك زي مثلا ما بتشوف انت بعد ما تخلص نظام الانذار عشان الدفاع المدني يجي يسلم لازم تعمل له هنا حاجه اسمها زي الماستر بوكس او الفاير بوكس الاحمر. لو بتوصل بشركه اتصالات عامه بتعمل لك 24 اورز مونيتور على السيستم لو حصل الارم توصل مباشره على الدفاع المدني. او عندك سوبرفايزنج ستيشن، عندك بقى يا اما ريموت ماستر ستيشن يا اما بريبتري حسب المالك هو اللي خاص بالنظام دوت، بيأجر ستاف على حسابه بيشتغلوا بس كل وظيفتهم ان هم يعملوا مراقبه لنظام الفاير الارم 24 اورز، ولو في اي مشكله في التركيب في الصيانه برضو بيعملوها. يا اما عندك سنترال ستيشن. فده شيت حلو جدا للناس اللي عايز تعرف البيزكس الفاير الارم سيستم وتبقى بروفيشنال فيه. وبعدين كملنا المحاضره على الووتر بيزد فاير سبريشن سيستم. خدنا اول حاجه انواع الووتر ستورج، خدنا الجرافيتي وخدنا السكشن والبريك تانك، عرفنا يعني ايه اير لوك مشكلتها. لو عندك جرافيتي تانك مع بيجر تانك بتوصلين غلط فبيحصل اير لوك او تحصلين على كومن رايزر. وخدنا هنا الفاونديشن بحسبه ازاي على بيزد على 3000 بي اس اي اقل حاجه كومبريسيف سترينث الفاونديشن بتاعت التانكات. وعندك هنا الاير لوك وعندك هنا الكباستي المختلفه الستاندر جرافيتي تانك. وبعدين خدنا بحسب ازاي ووتر سبلاي او كميه المياه المطلوبه للمبنى اللي ما فيهوش سبرينكلر عن طريق 3 ميزود. اول طريقه اسمها ايزو او انشورنس سيرفيس اوفيس، دي عن طريق الكونستراكشن تايب زي ما خدناه قبل كده الفايف تايب، من اول اقصى حاجه يستحمل حريق كم مقاومه كان مثلا 4 ساعات، يعني بيسموه فاير ريتنج ريزيستنس يعني ايه مش بيشتعل نون كومباستبل، لحد تايب 5 اللي هو اقل نوع في الكومباستبلتي. بعد كده عندك الاو برد اللي هو بيسموه الاكسبانسي فاكتور، عن طريق دول ممكن احسب كميه الميه المطلوبه حسب المعدل الفولي. الطريقه الثانيه عن طريق ايوا ستيت يونيفرستي، دي عن طريق مباشره حجم المبنى وحجم المكان اللي انا عايزه بقسمه على 100 يديك على طول مباشره مش جي بي ام. اخر طريق الالينوي ستيت
او الانوليس انستيتيوت ميثود دي عن طريق مساحه الافكتيف مباشره في المبنى، واحده عن طريق مساحه، واحده عن طريق فوليوم، واحده عن طريق كونستراكشن تايب والاكيوبانسي هازارد. وبعدين خدنا بحسب ازاي او بقيس ازاي الفيلوستي الهيد او البريشر عن طريق البيتا تيوب او عن طريق فينشوري ميتر واورفيس. اوكي دي برده مهمه جدا في امريكا، دايما بتعمل هيدروليكس انك بتقيس البريشر ستاتيك والريسيفر بريشر عن طريق تو فاير هيدرنز، واحد مقفول واحد مفتوح. وعندك هنا الهيدروليك طبعا دارسي ايكويشن وهازن ويليامز السي فاليو والكونفرجن فاكتور لو عندك سي فاليو غير ال 100 في الجدول دوت. وعندك الجدول الاخير هنا السي فاليو بيعتمد مش بس على نوع الماده، على برضو عمر السيستم، كام سنه بقالك شغال في السيستم دوت. بيز على ده هتلاقي قيمه السي فاليو هنا عندك بتختلف بتاثر على بريش دروب. وهنا برضو ايكوفالنت لينس لو عندك مثلا اي بايب ماتيريال السي فاليو بتاعته غير 120، فبخش هنا تحت على المالتي بلاير فاكتور بشوف مثلا لو عندك فور اكزامبل هاي دنسي بولي سنين هتلاقي مثلا السي فاليو تقريبا 150، ولازم اضرب في معامل 1.4، بس الاول احسب كانه هو 120 من التبر اللي فوق دوت، سواء كان عندك البو تي بالب وات ايفر، بعد ما تجيبها اضرب في المالتي بلاير فاكتور. برده على اليمين هنا نفس الكلام عند سي 120 سكيدول 40. وبعدين خدنا بحسب ازاي كميه الميه اللي في السبرينكلر سيستم او ستاند بايب سيستم. لو عندي اول طريقه البايب سكيدول طبعا دي مسموح بيها بس لو عندك المساحه اقل من 400 تقريبا 64 متر مربع وبس اللايت والاوردينري. لو عندك بقى الماستر اكسترا هازارد يبقى لازم احسب عن طريق هيدروليك كالكوليشن. طب لو عندك هيدروليك كالكوليشن ميثود ولايت او اوردينري او اكسترا هازارد تحسب تبر تحت دوت، تحسب برده منه كميه الميه المطلوبه للهوز سواء كان انسايد او توتال كومبايند انسايد او اوتسايد. وعندك هنا اللي على اليمين خالص بكميه كميه الميه بالسبرينكلر بالهيدروليك كالكوليشن حسب الهازارد. اجيب الدنستي والاريا اوف اوبريشن اضربهم في بعض اجيب كميه الميه المطلوبه. بعدين خدنا البيزكس اوف بامب، انواع البامبات كلها الليستد اللي في ان بي اي، الكباستي المتاح لكل نوع البامب حسب مثلا هي سوبرسيدر سبليت كيس ولا اند سكشن ولا ان لاين ولا فيرتيكال تربين. هتلاقي التيبل دوت خاص بالليستد بامبس كباستي جي ام مع البريشر بي اس اي او بار. عندك تحت خالص على الشمال دي هورزونتال سبليت كيس، طبعا ده افضل نوع بس هو غالي شويه، بيديك كباستي عالي وبريشر عالي وسهل جدا في الصيانه. وعندك بعد كده ثاني واحد الفيرتيكال تربين بستخدمه لو عندك المايه اندر جراوند او في ابار. وبعدين اللي فوق هنا على اليمين ده بيسموه فيرتيكال ان لاين، يعني عشان الشافت اصلا فيرتيكال بتاع الموتور. وتحت هنا بيسموه اند سكشن لان الموتور او البراي موفر بيقابل للاند سكشن. اوكي وبعدين مهم جدا تعرف الفرق بين بريشر ريليف فالف امتى بستخدمه والسيركوليشن ريليف فالف. طبعا دي مهمه جدا، ده واحد خاص باللي هو يعمل لك ريليز للبريشر، والتاني خاص ان هو يعمل لك كولينج في حاله النو فلو تيست مثلا عشان ما يحصلش اوفر هيتنج للبمب او للسيستم نفسه. وعندك هنا تاثير الامبلر ديزاين زي مثلا نمبر اوف بين، الانجل بتاعت البين، الدايمتر بتاع الاي، الويدج بتاع الامبلر، كل ده بيأثر على الكيرب بتاع البمب. وانا دايما عايز الكيرب بتاع البمب يكون بشكل معين بحيث انه ما يعمليش ولا رايزنج هنا، ما يكونش الكيرب نفسه ولا رايزنج قوي ولا فلات قوي. اوكي فدايما هو البرفورمانس كيرف دوت اللي هو ده افضل واحد اللي عليه فوق دوت. اوكي عندك هنا الثري مين بوينت عليه عشان اعمل بامب سيليكشن كويسه، عندك التشيرن بوينت او بيسموها شوت اوف، عندك الريت بوينت، وعندك الاوفر فلو بوينت. تحت هنا عندك برضه كاركترستيك البامب زي مثلا ان اس بي اتش، النت بوست سكشن هيد، ان بي اس اتش، وزي مثلا افشنسي وزي بريك هورس باور. وبعدين خدنا انواع التنكات. اوكي خدنا يعني بريك تانك وانت بستخدمه، والهورس باور بحسبه ازاي، البريك هورس باور البامب والانجن، وازاي ما ينفعش ما بيضحكش عليك انه بيحسب لك الهورس باور. مثلا لو انت عندك مكان فيه تمبريتشر عاليه فوق 25 او مكان اعلى من مستوى سطح البحر اللي هو 90 متر، فلازم اعمل ريدكشن للهورس باور. اوكي ممكن ما ينفعش يحسب لك غلط، فانت تبقى عارف اللي عندك ريدكشن فاكتور، بتجيب واحد للاليفيشن او التيتيود واحد للتمبريتشر. وهنا بحسب ازاي بريك هورس باور عن طريق المعادله الشهيره هنا الاتش في الكيو على الافشنسي في 3960. وهنا عندك الاكسبتبل باور سبلاي للفاير بامب كنترولر مثلا عن طريق الفيدر، عن طريق يوتيليتي، عن طريق جنريتور يو بي اس. وهنا بتعمل ازاي بامب كنترولر تيست، عندك مثلا لو عندك ديزل في حاجه اسمها كرانكينج سايكل
مهمة جدا. الكلايمبنج تيست بيكونوا 6 15 سكندز. عندك هنا يا اما الكود ال بي سي بتاع اوروبا او ان بي اي، الفرق بينهم هنا في التيبل دوت. هنا مثلا عندك انواع كنترولرز، سواء كان الجوكي الديزل الكهرباء، وعندك الاوفر هيد باور سبلاي، ده اسمه ان ريلايبل. في ان بي 20 بيعرفوا الريلايبل باور سبلاي ان ما يكونوش حصل له شت داون خلال السنه اللي فاتت من تقديم المعامله لمده 4 ساعات، وما يكونش حصل في الاريا اللي فيها المبنى او المشروع اي شت داون او اوتج، وما يكونش الباور سبلاي ده اوفر هيد. اوكي، وهنا عندك يعني كرانكينج. طبعا في ناس ما تعرفش يعني كرانكينج تيست بتاع الديزل انجن، طبعا مهم جدا. اسمع الصوت دوت. ده بيعمل تيست عن طريق كرانكينج، انه بيعمل زي كده بتعمل انت بتدور عربيتك، ده بيسموه كرانكينج عشان الانجن بيقعد يتحرك بيعمل كرانكينج مع البيستون. فدوت لازم لمده 15 سكند وست مرات. بعدين خدنا انواع السبرينكلر المختلفه، الستاندر واللارج دروب والاي اس اف ار والبيكر ترانك والسايد وول والاكستند كفرج. خدنا انواع كاركترستيك للسبرينكلر زي الكي فاكتور والدشارج كوفيشنت والثريد تايب والدايمتر بتاع الاورفيس نفسه. خدنا انواع السبرينكلر سيستم زي الدراي والويت ديليوج رياكشن. خدنا انواع الهانجرز الليستد في ان بي اي، ما ينفعش احط هانجر غير دول، مثلا زي السويفل عندك وزي الكليفز وزي الترابيز هانجر. وبعمل ازاي هنا سيلكشن للترابيز هانجر حسب المودولس. اوكي، واقصى مسافه بين الهانجرز برضو حسب هنا اقطار المواسير ونوع الماتيريال. وبعدين خدنا الووتر ميست فاندمنتالز وبيزك، وخدنا عليه توين فلويد نوزل، وخدنا الهوز بتاع الساند باي سيستم ازاي اعمل لوكيشن في الكوريدور مثلا عندك او بين المسافه بين المخارج. بحسب ازاي فلو ريت الستاند باي عن طريق مثلا الفيرست رايزر موست ريموت اخر 2 500 جي بي ام، وبعدين لكل اديشنال رايزر بحسب 250 جي بي ام، بحيث ان اقصى جي بي ام يبقى 1250 لو ما عندكش سبرينكلر، ولو عندك سبرينكلر يبقى اقصى حاجه 1000 جي بي ام. وهنا الفرق بين الهوز راك والهوز كابينت. وبعدين لخصنا المحاضره كلها وخدنا اسئله الامتحان. طبعا ده شباب جزء مهم جدا برضه، لو عايز تعرف فاير بامب فاندمنتالز وبيزك برضه في ان بي اي في هنا شيت حلو جدا بيوريك سكيماتيك للبامب، الكنترولر، انواع البامب زي نفسها الديزل والجوكي والمين التريكل، وعندك هنا البي ار في، وعندك الميجر ليف فالف، وعندك سبيشال ليف فالف والاير فينت، وعندك التشيك فالف هنا، وعندك سينسنج لاين حطها ازاي، انواع البامبات هنا المختلفه. اوكي، والامبلر ديزاين والتستنج برضه حلو جدا. اوكي، فاحنا هنا في المحاضره دي انا بعتبرها اهم محاضره في كورس سي بي اس والمهندسين ام بي والفاير عموما، لانها اصلا احنا شغالين في الحاجات دي بصوره يوميه. احنا قبل كده خدنا كل البيزكس للفاير في كورس سي بي اس، خدنا الفاير ساينس يعني كونسامبشن يعني بايروليزيز يعني ايه اند ثيرميك اكس ثيرميك تيستنج الماتيريال كلها انواع الماتيريال دي كلها كده فاندمنتال وبيزك لاي مهندس فاير. بس النهارده كان الفاير ارم ديكشن والووتر بيست، وبرده المره الجايه هناخد السموك مع الكونفايننج ومع الكونستراكشن برضو مهم، محاضره مهمه جدا. فالمحاضره دي كده حاولت الخصها لكم بسرعه سريعه. لو انتوا لو حد يعني عنده رغبه ان المحاضره دي تكون لايف يحضرها مثلا او مفصله يعرف كل حاجه فيها، ممكن تسيبوا لي اوراقكم او تحطوا لي الكونتاكت بتاعكم، وان شاء الله بعمل لكم يعني نعمل ميتنج لايف نشرح في المحاضره بالتفصيل، وان شاء الله اكون فدتكم بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.